السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات، وايضا على صفحتكم على الفيسبوك امتحانات ومباريات. اليوم ان شاء الله غادي نديرو تصحيح ديال مادة رياضيات دورة نوفمبر 2022. قبل ما نبدا كنتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد. اذا على بركة الله، هذا الامتحان يعني كيتضمن 30 سؤال يعني كيو سي ام. غادي نحاول يعني نقسم الفيديو يعني على يعني جوج اجزاء باش ما يكونش طويل بزاف. اذا بالنسبه للسؤال الاول قال لك اون بوز، عندنا هنايا او كتساوي 2 زائد 7 على 5 ناقص 1 مقسومه على 1 على 5 ناقص 3، وعطاونا هنايا 4 ديال لي شوا. اذا بالنسبه للاجابه يعني على هذا السؤال، بالنسبه يعني لهذا يعني لهذه الورقه يعني فاش غادي نكتب التصحيح، راه غادي كما العاده غادي نحاول نصورها ونحطها لكم الصفحه على الفيسبوك. وبالنسبه لي يعني للروابط غادي تلقاوهم في صندوق الوصف ديال هذا الفيديو ان شاء الله. اذا عندنا او هنايا كنوحدوا المقام هنايا، يعني المقام الموحد هنايا هو 5، كنضربوا الباسطون المقام 5، و نفس الشيء يعني هنايا في المقام هنايا، يعني غنضربوا الباسط والمقام في 5، وغادي تعطينا دائما 2، غتبقى هنايا 7 ناقص 5 هي 2 على 5، وهنايا عندنا 3 في 5 هي 15، عندنا ناقص يعني قدام غيبقى. اذا هنايا غتكون عندنا ناقص 14 على 5، اذا 2 زائد هنايا غيبقى عندنا 2 على 5، وغنقلبوا هاد الكسر وغتمشي لنا 5 مع 5، وغتبقى لينا هنايا 2 على ناقص 14، يعني هنايا غنختزلو بجوج مع جوج، هنايا غتبقى لينا ناقص 7، وهنايا غنوحدو المقام. ملي غنوحدو هنا المقام يعني هنايا غنضربو في 7 في الباسط في المقام هي هادي، وغتولي عندنا 14 ناقص 1 اللي هي 13 على 7. اذا الاختيار اللي صحيح هنايا هو ب. ندوزو للسؤال الموالي. بالنسبه للسؤال يعني رقم 62 قال لك اون بوز، عندنا هذا هو التعبير ديال اف افيك ا اي بي دو ريال نون نول. يعني هذا التعبير ديال اف شنو غادي يساوي لينا؟ واش هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي؟ يعني هنايا عندنا الدرس ديال القوى. اذا هنايا عندنا اف، هذا هو التعبير ديالها. بالنسبه لهنا ملي كتكون عندنا ا اس ان الكل اس ام، كتولي عندنا هذا، كتولي عندنا ام فوا ان، هي هذه الشيء اللي درنا هنايا، يعني 6 في 2 هي 12، وهنايا عاوتاني 4 في ناقص 1 هي ناقص 4. وهنايا عندنا ا على ا، يعني عندنا نفس الاساس، يعني هنايا تكون عندنا ا اس 12 على ا اس 10. وكاين القاعده يعني ملي كتكون عندنا ا اس ام على ا اس ان كتساوي لنا هي ا اس ام ناقص ان. نفس الشيء هنايا عندنا ا اس ان اس ام على ا اس ان، دونك هنايا غادي تولي عندنا ناقص 4 ناقص اللي كاينه في القاعده ناقص هاد 5 اللي عندنا هنايا. هنايا 12 الى نقصنا منها 10 هي 2، هي هادي ا اس 2. وهنايا ناقص مع ناقص غتولي زائد، غتولي عندنا ناقص 4 زائد 5 اللي هي 1. اذا التعبير يعني ديال اف غتولي عندنا اف كتساوي ا اس 2 في بي اس 1 اللي هو الاختيار سي. ندوزو للسؤال رقم 63. بالنسبه للسؤال 63 قال لك عاوتاني اون بوز، عندنا اكس و واي، وقالوا لنا يعني فين هو الاختيار اللي صحيح هنا. يعني هنا عندنا بي جي سي دي و بي بي سي ام، يعني المضاعف المشترك
الأصغر والقاسم المشترك الأكبر. إذا القاعدة ديالو يعني هنايا كيفاش كنحسبو هاد بي جي سي دي، هو كناخدو العوامل المشتركة يعني ما بين إكس و إيكغيك، يعني ما بين هاد جوج ديال الأعداد، مرفوعة إلى أصغر أس. هاكا اللي كنديرو بالنسبة للقاسم المشترك الأكبر. بالنسبة للمضاعف المشترك الأصغر كناخدو القواسم المشتركة والغير مشتركة ومرفوعة إلى أكبر أس. هادشي اللي درنا هنايا. بالنسبة لهذا إلى جينا عندنا هنايا 3 أس 1 وهنا 3 أس 2، خدينا 3 أس 1. هنايا عندنا 5 أس 2، هنايا عندنا 5 أس 1، خدينا أس 1، يعني كناخدو أصغر أس وكناخدو فقط اللي مشتركين. هنايا 7 أس 1، هنايا 7 أس 1، خدينا غير وحدة، يعني ما خديناش هنايا 2، لأنه هنايا كناخدو غير المشتركة مرفوعة إلى أصغر أس. يعني في القاسم المشترك الأكبر. ثم بالنسبة للمضاعف المشترك الأصغر هنا كناخدو المشتركة والغير مشتركة، يعني هنا خدينا جوج أس 3 وخا ما كايناش هنايا، وخا ما عندناش جوج هنايا خديناها، وكناخدو أكبر أس. يعني هنايا بي جي سي دي عطانا هي 3 في 5 في 7 في يعني كتساوي 105، وبالنسبة لبي بي سي إم عطانا 12600، و الاختيار اللي صحيح هو 150 اللي هو الاختيار ا، يعني الاجابه اللي صحيحه هي ا. ندوزو للسؤال رقم 64. بالنسبه للسؤال 64 قال لك parmi les nombres suivants désigne le nombre premier. هنايا خصنا نحددو العدد الاولي من ما بين هاد اربعه ديال يعني الاعداد اللي عطاونا. بالنسبه لهنايا يعني عندنا 207 وعندنا 343 وعندنا 447 وعندنا 117. العدد الاولي هو اللي كيقبل القسمه على نفسه هو واحد فقط. الا مشينا ل 207 يعني قابله للقسمه على 3 تعطينا 69، وممكن نديرو 7 زائد 0 زائد 2 تعطينا 9، يعني من المضاعفات ديال 3 اذا يقبل القسمه. يعني نفس الطريقه، يعني الاهم هو تعرف واش هذا العدد كيقبل القسمه ولا لا. نفس الشيء بالنسبه ل 447 الا قسمنا على 3 تعطينا 149. نفس الشيء بالنسبه ل 117 حتى هي نفس الحاجه، ممكن نديرو 7 زائد 1 زائد 1 هي 9، و 9 من المضاعفات ديال هذه يعني كتقبل القسمه، وغادي تبقى لنا 443 هو اللي عدد اولي. اذا الاجابه الصحيحه هي ب. ندوزو للسؤال رقم 65. بالنسبه للسؤال رقم 65 قال لك اون عندنا 2022 يعني كتساوي هي 58 ضارب 34 زائد 50. قال لك هنايا لو ريست دو لا ديفيزيون اوكليديان دو 2022 بار 34 اي. هنايا كاين واحد الفخ خاصكم تردوا ليه البال. هنايا عندنا القسمه الاوكليديه يعني هذا المقسوم، هذا المقسوم عليه، هذا المقسوم عليه، هذا الخارج وهذا الباقي، يعني الاغلبيه غادي يزرب وغادي يمشي يدير الباقي، يعني لو ريست هو 50. بينما يعني كاين واحد الشرط اساسي، حيت كنعرفو حنا بان المقسوم يساوي المقسوم عليه ضارب الخارج زائد الباقي. كاين واحد الشرط هنايا خصكم تردوا ليه البال، بان هذا الباقي هذا راه اكبر من هذا المقسوم عليه، يعني خصنا ضروري نكملوا القسمه حتى يولي عندنا هذا الباقي، يعني هذا لو ريست يكون اصغر من هذا المقسوم عليه، عاد كنحبسو. اذا ملي غادي نكملو يعني القسمه غادي نلقاو بان لو ريست هو يعني الباقي هو 16 وماشي 50. الاجابه اللي صحيحه هي دي. ندوزو للسؤال رقم 66.
بالنسبة للسؤال 66 قال لك Ali a quitté sa maison à 2h et 50 minutes et 30 secondes. Il est arrivé à son bureau à 3h et 40 minutes et 20 secondes. هنايا عندنا علي يعني خرج من الدار ديالو يعني في هذا الوقت ووصل للبيرو ديالو في هذا الوقت. قال لك هنايا دابا لا دوغي ديال التراجي اللي دار علي شحال هي؟ واش A ولا B ولا C ولا D؟ هنايا عندنا وصل مع 43 مينوت و 20 سكوند، غنقسمها من يعني من لو طون ديال يعني من الوقت ديال فاش خرج. يعني هنايا ديك الاعداد الستينيه، هنايا عندنا يعني وصل للبيرو مع 43 دقيقه و 20 سكوند، غنقصوها من جوج يعني من جوج و 50 و 30 سكوند. ملي غادي نجيو هنايا نديرو يعني 20 ناقص 30 ما يمكنش، كنمشيو كنحيدو يعني كنصرف واحد الدقيقه من هنايا كنزيدوها لهادي، يعني تولي عندنا 39 مينوت، وهذيك الدقيقه ملي كنصرفوها للثواني كتولي عندنا 80، يعني 60. هذيك 60 ديال الدقيقه زائد يعني 60 سكوند زائد 20 هي 80. هنايا ها هي دابا عندنا بالنسبه لي سكوند مزيان. ملي غنمشيو للدقائق يعني لي مينوت، هنايا عندنا 39 غنقصوها من 50 ما يمكنش، خصنا عاوتاني نمشيو نصرفو نحيدو يعني نحولو واحد الساعة نحولوها للدقائق. يعني ملي غنحولو واحد الساعة يعني 60 دقيقة زائد 39 هي 99 مينوت. إذا دابا يمكن لينا نديرو العملية، يعني 80 ناقص 30 و 99 ناقص 50 و جوج ناقص جوج. إذا هنايا 80 إلا نقصنا منها 30 هي 50، و 99 إلا نقصنا منها 50 هي 49، و جوج ناقص جوج هي 0. إذا يعني لا دوغي المدة اللي دار هي 49 مينوت و 50 سكوند، اللي هو الإختيار دي. ندوزو السؤال رقم 67. بالنسبه للسؤال رقم 67 قال لك لا مويان دي سالير دو 3 زوفريي اي ايغال ا 4950 درهم. بالنسبه لو سالير ديال البرومي هو 5950 درهم، او بالنسبه للدوزيام هو 3450 سايكونت درهم. دابا كنقلبوا على لو تروازيام، يعني لا مويان ديال الصالير ديالهم ثلاثه هو هذا يعني 4950 درهم، وبالنسبه ديال الاولاني هو 5950 درهم، او لا دوزيام عندنا هو 3450 درهم. باش نلقاو يعني ديال تروازيام، يعني عندنا x هو الاولاني يعني بروميي زائد دوزيام زائد تروازيام، داك لا مويان ديال الصالير ديالهم كنضربوه في 3. اذا غيعطينا يعني طوطال ديال الصالير ديالهم 3 هي 14850. بالنسبه ديال الاولاني عندنا عطاوه لينا هي 5950، او دوزيام حتى هو عطاوه لينا هي 3450. غنديو هادو نجمعوهم غتعطينا 9400، غنديوها للطرف الاخر وغنبدلو لها الاشاره، وغيبقى عندنا لو تروازيام. علاش كنقلبو؟ هي 14850 ناقص 9400 وكتساوي هي 5450. يعني الصالير ديال هذاك تروازيام هو هذا، يعني 5450 اللي هو الاختيار سي. ندوزو السؤال رقم 68. بالنسبه للسؤال 68 قال لك ابري اون ريديكسيون دو 20% لو بري دان ارتيكل دوفيان 420 درهم. قال لك هنايا لا فورمول كي بيرمي
de calculer le prix initial x. يعني شكون فيهم هي الفورمول اللي غادي تسمح لنا باش نحسبوا الثمن انيسيال، يعني الاصلي او اللي كان قبل ما يوقع التخفيض ديال هذا الارتيكل. هنايا الاجابه اللي صحيحه هي هذه، هي بي. عندنا هذا مثلا هو الثمن الاصلي، يعني الاولاني قبل ما يوقع التخفيض، كيساوي هو يعني الثمن ديال التخفيض زائد يعني داك النسبه ديال التخفيض ضارب الثمن اللي كان عندنا. يعني الا بغينا هذه باش تكون عندنا هنايا، غنديو هاد 0.2 في اكس، نديو هاد الطرف الاخر وغتولي موان. علاش غتولي موان؟ حيت عندنا تخفيض، يعني الثمن يعني انيسيال اللي كان عندنا، يعني الاولاني الاصلي قبل ما يوقع التخفيض، غنقصوا منه هذيك النسبه ديال التخفيض. يعني هنايا الفورمول اللي غتسمح لنا باش نحسبوا هذا هي بي. ندوزو للسؤال رقم 69. بالنسبه للسؤال 69 قال لك لا ديستانس اونتر دو فيل اي 300 كيلومتر. قال لك ساشون كو لا ديستانس سور اون كارت اونتر سي دو فيل اي 30 سنتيمتر. يعني هنايا عندنا في الواقع المسافه ما بين هاد يعني جوج ديال المدن هي 300 كيلومتر، وفي الخريطه ولا على التصميم هو 30 سنتيمتر. قال لك هنايا لي شيل، يعني السلم ديال هاد الخريطه، واش هو 1 على 100 ولا 1 على 10 مليون؟ او لا 1 على مليون ولا 1 على 3 مليون؟ بالنسبه للقاعده يعني غيكون عندنا هي يعني المسافه على الخريطه او على التصميم مقسومه على المسافه في الواقع، وغادي نحولوا هذا الكيلومتر نحولوه للسنتيمتر باش يمشي مع السنتيمتر. دونك هنا غتكون عندنا 300، غنزيدو ليها 5 الاصفار باش نوصلو يعني للسنتيمتر، يعني غنزيدو ليها الهكتومتر الديكامتر المتر او ديسيمتر او سنتيمتر. احنا دابا وصلنا هنا للسنتيمتر، غنختزلو بصفر مع صفر، وعندنا 3 مع هادي، يعني غتمشي هي 3 مع 3، تبقى لينا 1 على مليون. يعني الاجابه اللي صحيحه هي سي، يعني السلم ديال هاد لاكارت هو 1 على 1 مليون. ندوزو للسؤال رقم 70. بالنسبه للسؤال 70 قال لك لو غرافيك ريبريزونت اون ريلاسيون اونتر لي كونتيتي دون مارشانديز بار كيلوغرام اي لور بري اون درهم. يعني عندنا هاد الميديان كيقدم لنا يعني العلاقة ما بين هاد الجوج. دونك السؤال قال لك لو بري دو 50 كيلوغرام دو سيت مارشانديز اي، يعني هنايا الثمن ديال 50 كيلو شحال غادي تساوي لنا بالدرهم. الى جينا لهنايا خصنا ضروري نقلبوا هنايا على واحد النقطه، يعني اللي كيتلاقاو فيها يعني هنا الثمن بالدرهم مع يعني كونتيتي بالكيلوغرام. يعني هنايا هي 60، يعني 60 مع 8، يعني ان كل 8 كيلوغرام كتعطينا 60، الثمن ديالها 60 درهم. يعني 50 كيلو اللي قالوا لنا هما في السؤال شحال هو الثمن ديالها، يعني لو بري ديالها. اذا هنا غنديروا العلاقه ثلاثيه، عندنا اكس كتساوي يعني 60 في 50 مقسومه على 8،
وضعتنا هي 3000 مقسومة على 8 هي 375 درهم، يعني الثمن ديال 50 كيلو هي 375 درهم، اللي هو الاختيار دي. وهكذا يعني كان وصلوا لاخر الفيديو يعني ديال الجزء الاول ديال التصحيح ديال الامتحان ديال الرياضيات. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التصحيح، وما تنساوش يعني تبارطاجيو الفيديو مع الاخوان ديالكم باش تعم الفائده. يعني راه كنحاول نبسط ما امكن باش كلشي يفهم، لانه الرياضيات كيكون فيها بزاف المشاكل صراحه. وانتظروا ان شاء الله الجزء الثاني. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.